السلام عليكم، ممكن اخد وقتكم دقيقه؟ برنامجنا اسمه يتحذر يتهزر، تمام؟ فكره البرنامج عباره عن ايه؟ هنسال حضراتكم عن فزوره، عرفتوا تحلوها تمام؟ لكم جايزه رمزيه، ما عرفتوش تحلوها مطالب ان انتوا تقولوا لنا نكته كوميديه، تمام؟ نكته بتضحك، تمام؟ ماشي. ايه اسمه مؤنث؟ اسمه مؤنث، تمام؟ لو شلنا منه راسه بقى ساد، لو شلنا منه عينه بقى عاد. ما حدش يفتي، ما حدش يفتي عشان ممكن نفتي عادي، ما فيش مشكله. افتوا انتوا عايزين الدماغ اللي افتي. قولها تاني كده. اسمه مؤنث لو شلنا راسه بقى اسمه ساد، شلنا عينه بقى عاد. سمك؟ لا مش عارف. سمكه؟ لا. علياء وعلي؟ لا، ما هو الاثنين في نفسك. لا دماغ. لا علي. ده اللي عملها عالي. لا مش عارف. هو بصوا انا هقول لكم الجامد دي واقول لكم واحده ثانيه اسهل برضو عشان ايه بلاش. ايوه حلو. عشان ما بظلمتكم. تمام. سعاد. خلاص سعاد. خلاص تعالى كده. صح انتوا بقى تقولوا لي نقطه عشان اقول لكم فزوره ثانيه. يلا شباب يلا. بس نقطه تضحك. الصغير ده دمه خفيف. طب ماشي انا ما ضحكتش خلاص انا هفس. يلا اتفضل. حاجه على وزن السعاد. ماشي يلا. اوكي يلا. خمسة يقول اهو. خمسة يقول عندي فاجئتوني. يقول كتير؟ حلوة دي جميلة قوي يا باشا. حلوة فيها. طب ابدأ والله وانا أنا أقول أنا أسهل ولا إيه؟ طب أنا أقول لك مرة. بقول لك مرة اتنين قرة بيدور. ده آخر شباب اللي إحنا اتنين. طب مش أنا واقف كده تطلع منه وما قالش. يلا أبو كاب بقى ظروفك؟ إيه مش عارفين؟ بحفظ. اخر اخر فرصه. وهتقولوا نقطه برضه. خلاص اقول لكم اول فزوره وتقولوا نقطه ولا ماشي. طب خلاص ماشي. ايه الفرق ما بين الليمون والزيتون؟ مفيش اسهل من كده. حاجه معروفه. البذر. الليمون بيتعصر والزيتون بتتاكل عادي. لا لا انا بعيد. طب اقول لكم على لا تعالى تعالى بس انا اقول لكم على حاجه حلوه. اتفضل. ماشي هنعيد السؤال بس بطريقه ثانيه. ماشي يعني نفس السؤال الفزوره بس ابسطها لكم شويه. ايه الفرق ما بين الزيتون والليمون غير اللي كل الناس تعرفه؟ واللي يا دي عصام ايه الفرق بين الزيتون مخلل اما الليمون برضه مخلل. لا لو جروب عمركم بقى همشي. لا انت فاهم انت كده شعب مصر يعني شعب غلبان. انا واحد واحد بيساوي اثنين. طب انا اقول لكم على الفرق. اقول لكم على الحل واخد بعض وامشي. ماشي معلومه علمنا. الفرق بقى ان الليمون بيتعمل ليموناتا والزيتون ما بيتعملش زيتوناتا. ينفع يتعمل زيتوناتا؟ انا عايز انت انا بعمل زيتوناتا. جبت معايا نفس الدماغ. كنتوا طيبين. شرفنا معلوماتكم. الف الف شكر. السلام عليكم.